بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. والسلام قال اللي يصلي السنن بيبنى لي بيت في الجنة. صحيح. ايه هي السنن؟ بسم الله والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. السنن او النوافل الله عز وجل يحبها، وهي في الإسلام كثيرة، وما فرض الله فريضة إلا وجعل لها نافلة. فالصلوات فرائض نوافل، والصيام فرائض نوافل، والحج فرائض نوافل. فالنوافل موجودة حوالين الفرائض. طيب النوافل دي نسميها نافلة أو نسميها تطوع أو نسميها سنة أو نسميها مستحب أو نسميها مندوب أو نسميها رغائب، براحتك سميها زي ما انت عايز. كل المسميات دي تطلق على النوافل في الإسلام. طب لو خصينا كلامنا على نوافل الصلاة، الله عز وجل في القرآن الكريم تكلم عن التطوع، قال فمن تطوع خيرا فهو خير له. هي وردت في الصيام لكنها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طب النوافل في الصلوات، الصلوات غير المفروضة. طب انت لما تصلي النوافل، لما تصلي السنن، لما تصلي التطوع، رقم واحد انت بتكمل اي نقص في الفرائض، اي تقصير كان منك. مظبوط. رقم اتنين ربنا يرفع درجاتك. رقم تلاتة يدخلك الجنة. رقم اربعة قصر في الجنة. رقم خمسة مرافقة سيدنا النبي في الجنة عليها افضل الصلاة. يبقى صلاة السنن اللي انت بتصليها بتدي لك الخمس حاجات دول. طب هل في فعلا سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة؟ ايوه يا هانم، وسنن مقيدة وسنن مطلقة وسنن مؤقتة وسنن غير مؤقتة. ده الموضوع كبير جدا يا فندم. طيب نقول ساعتك في سنن مؤكدة زي السنن اللي حوالين الصلوات، الرواتب اللي 12 ركعة سنة مؤكدة في اليوم والليلة اللي يصليهم قصر في الجنة. ايه هم ال 12 دول؟ دول مؤكدين جدا. اللي يصليهم قصر في الجنة، اللي يصليهم كل يوم ولا كل يوم اللي واظب عليهم؟ قصر في الجنة يا فندم. كل يوم. كل يوم. فشوفي بقى مثلا ان شاء الله باذن الله هدخل الجنة وليا حوالي مليون قصر، وطبعا القصر مش فاضي. مليان خيرات ومليان خدم وحشم وحور عين وكل حاجة. وانا هيبقى القصر لوحده طبعا. الله اكثر، الله اعظم. اذا سأل احدكم ربه فليكثر، فإنما يسأل ربه. أنا أسأل ربنا القليل ليه يا فندم؟ اطمع زي ما أنت عايز. طبعا ده ربنا، أنت فاهم؟ ونعم بالله. يا هانم السؤال دايما بيبقى على قدر المسؤول، فهماني حضرتك؟ يعني لله المثل الأعلى. لو أنا قابلت أمير من الأمراء الكبار وقال لي أطلب، فطلبت شيئا زهيدا، هيعتبرني إن أنا بهينه. يعني خيال حضرتك أنا قابلت أمير من الأمراء، أنت بتستقل بيا. بالظبط. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ فطلبت شيء عظيم، حاسس إنه كبير قوي عليا، فيقول لي يجاب. هو فرحان إن أنا طلبت منه، فرحان إن أنا إنه قضى حاجاتي، ولله المثل الأعلى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فسألوه عظيما فإن الله لا يستعظمه شيء. والصحابي بيقول لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على سنة من قال له إذن أكثر، قال له الله أكثر، ما تستكترش حاجة على ربنا. فأنت كل يوم تصلي 12 ركعة سنة، كل يوم ليك قصر في الجنة. اتبنى القصر، تم. هو القصر محتاج جناين، محتاج زروع. الجناين بتتعمل منين يا فندم؟ نقولها ولكن بعد هذا الاتصال. بالضبط كده. مدام صحر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. انا عندي سؤال. اتفضلي. رمضان انا في حد قريب مني بيقعد يجتهد ويشتغل وعايز مني مبلغ مقابل ان هو كل شهر يعني هو حدد لي المبلغ. ده اللي انا خايفه منه. انا ما حددتش حاجة وانا برضو عايزة اساعد. حدد لحضرتك المبلغ اللي هو عايزه منك. هيدوني. لا حدد لي اللي عايزه وحدد لي اللي هيدوه. انا بس عايزة اعرف ايه الحلال ايه الحرام. طب هو اللي هيديه لحضرتك من يعني اقصد هيرجع لك المبلغ هيقسطه لك؟ لا مقابل. لا هيديه مقابل ان هو بيشغل. هو بيشتغل. هو فعلا هيديك الربح يعني بيشغل لك المبلغ. بالظبط. بالظبط كده. بالظبط كده. تمام. فانت عايزه تعرفي الفلوس اللي حضرتك. الفلوس اللي هتجيلي حلال يعني هل دي هو هيدي لك مبلغ كل شهر يا استاذه صحر؟ ايوه. طيب اخر كل سنه هيعمل معاكي حساب ختامي فيشوف ليكي ولا عليكي، ولا انتوا ماشيين على كده خلاص؟ حضرتك يا شيخ رمضان هو قال لي في وقت عايزه فلوسك انا هديك اي وقت، لان هو يعني هو قريب مني يعني قريب
وانا صراحه والله عايزه اساعده عشان هو بيشتغل. يعني انا قصدي يا هانم، الحساب ده مقطوع وثابت ولا تحت الحساب؟ لا 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 لا، فلوسي انا ثابته، لما هو بيديني كل شهر المبلغ كانه مكسب. ماشي يعني يعني بيشغل لك المبلغ اللي خده منك. طيب حاضر، عند حضرتك اي سؤال تاني؟ لا نورتينا. فيها حرمانية كده؟ شوفي حضرتك، احنا عندنا حاجة اسمها المضاربة الإسلامية. المضاربة الإسلامية المال من جانب والعمل من جانب آخر ويشتركان في الربح. مثلا أنا معايا فلوس، ما عنديش وقت ولا عندي خبرة في التجارة، في واحد من الناس عنده وقت وعنده خبرة في التجارة لكن ما عندوش فلوس، فأقول له تعالى أنا أدي لك الفلوس وانت تاجر وبعد المصاريف نقسم الربح. فديته مبلغ من المال. الطبيعي يا فندم انه احنا على الطالع والنازل، تمام؟ تثبيت رقم لا. ليه بتثبت رقم ازاي؟ خليك كسبت اكتر فديتني الرقم ده طلع اقل، يبقى انت ظلمتني. طب خليك في حاجة منهم المكسب اقل وانت اديتني اكتر، يبقى ظلمت نفسك وظلمتني لان اديتني حاجة ما استحقهاش. فالصواب يا فندم انه عدم تثبيت العائد او نعطي هذا العائد اسمه تحت الحساب، يعني خدي كل شهر مبلغ من تحت الحساب وفي نهاية السنة زي ما حضرتك قلت يبقى فيه زي كشف حساب. الله ينور على ساعتك، مبلغ تحت الحساب لمصاريف الشهرية. نيجي اخر السنة نعمل حساب ختامي ليك ولا عليك، لا انت وصلك رقم كذا وانت مكسبك في السنة كله كذا، يبقى انا لي عندك كذا هخصمهم من العائد اللي جاي. او لا ده انت ليكي عندي كذا اتفضلي، ولا زودهم على مالك. ويدي المضاربة الاسلامية يا فندم، يشتركان في الربح ارتفاعا وانخفاضا، انما التثبيت لا. طيب نرجع تاني للسنة. نعم، فعندنا 12 ركعة سنة اللي يصليهم في اليوم والليلة ربنا بيبني له قصر في الجنة. بنينا القصر، القصر محتاج جناين، محتاج نخل ومحتاج زرع وش أشجار مثمرة، ده بيكون بالتسبيح، لأنه اللي يسبح ربنا 100 تسبيحة سبحان الله وبحمده 100 مرة كتب الله له 1000 حسنة ومحى الله عنه 1000 خطيئة وزرع الله له 100 نخلة في الجنة. سبحان الله وبحمد، سبحان الله وبحمد، سبحان الله وبحمد، سبحان الله وبحمد 100 مرة في اليوم، سبحان الله سبحان الله وبحمد. طب واللي يقرأ 200 و300 و400؟ يا سلام، زودي بقى معليك، الألف يبقوا 2000 وال2000 يبقوا 4 ومن زاد زاد الله له، ده بس دي عينة. طب ال 12 ركعة هم ايه؟ ركعتين السنة اللي مع صلاة الصبح قبل أو بعد في وقت أو في غير وقت، والمهم أنا عايز منك ركعتين فريضة وركعتين سنة، يبقى أنا كده معايا ركعتين إيه؟ سنة. 6 ركعات مع الظهر، 4 قبل، 2 بعد، 2 قبل، 4 بعد، مفيش مشكلة، إلا 4 على بعض زي الظهر أو ركعتين وركعتين كله يجوز. يبقى 2 مع الصبح و4 مع الظهر يبقى كده كام؟ و6 مع الظهر يبقى كده 8. خلي بالك معليك، من خلال خبرة الحياة القصر مفتاحه صلاة الظهر، السنن بتاعت صلاة الظهر. أيوة، ليه؟ نص الظهر كاملا، نص القصر كاملا في الظهر. فلو أنا صليت سنن الظهر خلاص أنا كده ضمنت القصر بفضل الله، لأن كل اللي باقي إيه؟ ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. تفضل، مفتاح قصر في الجنة مستنيك. وطالما قصر في الجنة يبقى أنا هعمل إيه؟ يبقى أنا من أهل الجنة. أدي 12 ركعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل على ما أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في كل يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. والمهم أن هم يبقوا مع الصلوات، يعني مش 12 ركعة لمجرد 12 ركعة، يعني ما نجيش نصليهم بالليل ونقول هم دول، ده قيام قيام الليل ده موضوع تاني. شوفي سعادتك، احنا قلنا انه فيه سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة، وقلنا سنن مقيدة ومؤقتة وسنن مطلقة غير مؤقتة. يعني من السنن المطلقة غير مؤقتة، يعني براحتي في أي وقت من الأوقات، الضحى من بعد شروق الشمس لحد الظهر، شوف الوقت قد إيه معاك بدل الساعة 7-8. قيام الليل من بعد المغرب أو من بعد العشاء لحد أذان الفجر، فدي اسمها تطوع مطلق. فأنا عندي تطوع مقيد مع الصلوات وتطوع مطلق زي الصيام بالظبط. عندي تطوع مقيد شعبان قبل رمضان وشوال 6 من شوال، ده اسمه مقيد، ليه؟ مرتبط برمضان. وعندي تطوع مطلق الاثنين والخميس تمام. فالقسمين دول مهمين جدا، نوافل مقيدة ونوافل مطلقة.
فيه سنن مؤكدة زي سنن الصلوات اللي قلناها، فيه سنن غير مؤكدة زي سنة الوضوء. لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا بلال: يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله في الدنيا، قل لي إيه أرجى عمل، أحسن عمل عملته يا بلال. قال له: لما يا رسول الله؟ قال: إني رأيت دفن عليك بين يدي في الجنة، يعني أنا شايفك ماشي في الجنة. مش معناها أنه قبل سيدنا النبي، لا، ده معناها أنه سيدنا النبي شافه من أهل الجنة. فيا بلال بتعمل إيه؟ قال له: يا رسول الله إني ما توضأت وضوءا من ليل أو نهار، أي ما بتوضأ أصلي ما كتب الله لي، بصلي ركعتين سنة الوضوء. دي مش مؤكدة، دي مش مؤكدة. فدي إيه؟ دي من أهم أسباب الجنة. كمان لما سيدنا ربيع بن كعب الأسلمي، قصة كده حلوة قوي، ده كان متخصص وضوء النبي وضوء المية اللي بتوضى بيها، وضوء اللي هي أفعال الوضوء. فبفتح الواو اللي هو المية، فهو متخصص وضوء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في الفجر. سيدنا النبي يفتح الباب يلاقي ربيع شايل المية ومنتظر عشان يصب لسيدنا النبي عشان يتوضى هنيالك يا ربيع. تخيلي حضرتك، تخيلت. فهيصب لسيدنا النبي، سيدنا النبي بيحب رد الجميل، فتوضى سيدنا النبي وقال له: تمنى علي يا ربيع، نفسك في ايه؟ نفسك في احققه لك. سيدنا ربيع فقير، ما كانش عنده لا بيت ولا مال، فلو قال لي سيدنا النبي نفسي في بيت وزوجة ومال، لا. سيدنا ربيع كان في حتة تانية خالص، بجد في حتة عظيمة جدا يعني. فقال له: يا رسول الله أتمنى مرافقتك في الجنة. يا سلام يا ربيع، يا سلام يا سيدي يا ربيع. فسيدنا النبي قال له: أو غير ذلك يا ربيع؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود تخليك رفيق سيدنا النبي محمد في الجنة، فأي فرصة تلاقي صلاة صلي. طب كمان النوافل دي ترفع درجتك في الجنة، ما هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. كل سجدة، وربنا قال: واسجد واقترب، كل سجدة تقربك من ربنا، وما كل ساجد بمقترب. كتاب حلو قوي للدكتور مصطفى محمود، الله يرحمه رحمة واسعة، يرحم من علمائنا من مات، ويعطي الصحة والعافية لعلمائنا العايشين. أمين يا رب، أمين. له كتاب حلو قوي اسمه السؤال الحائر. كتاب حلو اسمه إيه؟ السؤال الحائر. أول مقال فيه سؤال: إيه أعظم لحظة عشتها في حياتي؟ هو بيقول كده، بيقول: إيه أعظم لحظة أنا عشتها في حياتي؟ هل لحظة تخرجي من كلية الطب؟ بيقول: مرت علي لحظات كتير جدا، لحظة تخرجي من كلية الطب، ولا لحظة تكريمي بجائزة الدولة التقديرية، ولا لحظة وضع حجر الأساس لمركز ومسجد مصطفى محمود في المهندسين. يقول: لم أجد كل ذلك، إنما قلت ووجدت أعظم لحظة في حياتي لحظة مرت علي من 20 عاما، لحظة أن سجدت بين يدي الله رب العالمين، فوجدت أن كلي يسجد، جوارحي تسجد، يدي تسجد، قلبي سجد، وجدت أن العالم كله قد سجد، وجدت أن القلق قد ذهب، وأن السكينة قد حلت، وجدتني عبد لله وحده، فتحررت من كل شيء، تحررت من النفس، وتحررت من الهوى، وتحررت من الشيطان، وتحررت من كل شيء من دون الله عز وجل. عندها عرفت ربي فعرفت نفسي. لأنها ما كانتش السجود فقط، لأنها كانت استشعار اللحظات اللي بين إيدي ربنا سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ، يمكن على مدار العام اللي فات وإحنا في بداية عام جديد، جمعية البر والتقوى يمكن حققت إنجازات كتير جدا، قدرنا بفضل الله ويعني كرم ربنا سبحانه وتعالى علينا أنه يجعلنا سبب، ولو حتى سبب بسيط أو صغير، في أننا نكبر بخاطر ناس كانوا محتاجين حد يقف جنبهم، محتاجين حد يكون في ظهرهم. المتصدق هو بيفتح كشف حساب كبير جدا بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، حسنات لا تعد ولا تحصى. من الحاجات الجميلة قوي اللي أنا بفضل الله عز وجل حضرت بعضها في بعض الأوقات الحساب الختامي للعام، فأستغرب تبارك الرحمن من الأرقام اللي اتحققت، من أرقام المساعدات اللي وصلت لأسيادنا الفقراء، من أرقام الكراتين اللي وصلت، من أرقام الآبار النقية ووصلات المية والأسقف وتجهيز والدواء والمباني كتير. يا خبر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا بستبشر بدفء إنه علامة من علامات القبول. صحيح، الاستمرار من علامات القبول. لما تلاقي نفسك بتعمل حاجة ومستمر فيها، اعرف إن ربنا قبل منك. ليه؟ لأن العلماء قالوا: ثواب الحسنة
الحسنة بعدها. لو لم يقبل لقطع، هو في غنى أصلا، إن الله هو الغني، ربنا غني حميد حليم عننا وعن عبادتنا وعن أعمالنا وعن كل شيء، وانت مش هتعمل غيرك ملايين هيعملوا، ربنا هيوفقهم. فالشاهد من الكلام لما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى هادي نفسك وبتتصدق وبتعمل وبتساعد أسيادنا الفقراء ومستمر في ده، اعرف ان ربنا قبل منك. لما بشوف الحساب الختامي لجمعية البر والتقوى حاجة مشرفة، سواء كان كعدد سواء كان كمكان كأماكن، ما شاء الله من أقصاها لأقصاها، وكمان في كل مكان دلوقتي بفضل الله وحده، فحاجة مشرفة جدا. تنفيذ كمان بالضبط، تنفيذ أي شيء جدا بيتم على أفضل ما يكون، طاقة عملاقة، لأن هو بيجمع القليل فبيصير بفضل الله في إيديه كتير، فبيقدر يعمل وينفذ مشاريع ضخمة جدا جدا. مجال كبير جدا وسنوات كتيرة جدا من التعب والبحث المستمر للمناطق اللي ممكن تكون محتاجة مية، وتحقيق إنجاز كبير جدا من الجمعية فيما يخص. شوف يا حضرتك المحطة دي محطة ضخمة جدا، زي بيقول الدكتور عماد بيقول 68 يقصد محطة، ده غير أرقام ضخمة جدا من مبردات المية، وصلات المياه، أرقام كبيرة من وصلات المية، ده غير أرقام كبيرة جدا من وصلات من الآبار النقية. فملف المية في جمعية البر والتقوى من أحسن وأعظم الملفات المدروسة، مدروسة هنا هنعمل إيه والمين، مدروس كويس جدا لأسيادنا الفقراء. فمن أعظم الملفات الزكاة جارية وصدقة جارية تصلح للاتنين هي ملف المية. يعني يمكن برضو من الحاجات اللي بتقوم بيها جمعية البر والتقوى هي أمان ودفع والقوافل، قوافل الخير اللي بتصل لمناطق كبيرة جدا وبعيدة جدا، مسافات سفر طويلة جدا عشان يقدروا يوصلوا للناس اللي ممكن تكون محتاجة، سواء كان مواد غذائية سواء كان أدوية سواء كان بطاطين والحفة سواء كان بعض الأجهزة الكهربائية، تجهيز عرايس، حاجات كتير جدا جدا بتصل لمناطق بعيدة. وبرضو زي ما احنا شايفين قدامنا دي مبادرة أمان ودفع اللي بتقوم بيها جمعية البر والتقوى، برضو البيوت قبل الشغل ده قبل طبعا يعني البيوت اللي ما فيهاش أسقف وتقريبا الحيطان ممكن تكون صعبة جدا، احنا بنقول مجازا أربع حيطان لكن في الحقيقة زي ما احنا شايفين كده حاجة ما تحميش من أي شيء خالص، كلها مفتحة، أي حد معدي اللي رايح واللي جاي كاشف اللي جوه البيت، وأحيانا كمان ما فيش أبواب بتتقفل عليهم، الباب بالنسبة لا في الحر ولا في البرد ولا في حشرات ولا مفيش، ومفيش أي حد يقدر مننا يتصور للحظة أنه ممكن يعيش في بيت زي اللي احنا شفناه دلوقتي. ده بعد الإنجاز وبعد ما تدخلت جمعية البر والتقوى، يعني بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى بفضل تبرعات حضراتكم. أنا رحت وشفت، ده حاجة مشرفة جدا وحاجة جميلة، قبل شيء وبعد شيء تاني خالص. تمام، ما احنا شايفينه قدامنا ما شاء الله. كمان لما تشوفيه بقى على أرض على الواقع طبعا حاجة تفرح، سواء كان كبناء سواء كان كتشطيب سواء كان كفرش، بيبقى الناس من أسيادنا الفقراء ناقصين يكبروا تكبيرات العيد لما بيشوفوا اللي حصل، هو مش متخيل انه ممكن يلاقي حاجة بالشكل ده، حاجة عظيمة جدا، حاجة تليق انك انت تقدمها لربنا سبحانه وتعالى، حاجة تبقى بجد، انك بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى مش مع اشخاص بالضبط، حاجة تبقى باقيات. قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، في سورة الكهف. وفي سورة مريم والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، يبقى الباقيات الصالحات كل عمل صالح تعمله يبقى لك بين يدي الله عز وجل، لأنه أي حاجة في الدنيا هي فانية. صحيح، يعني أنا أكلت خلاص يفنى، هو ده اللي هيفضل وده اللي انت هتاخده معي بالضبط، ما عندكم ينفد وما عند الله بقى. فجمعية البر والتقوى بتعينك على ده، بتعينك على أنك تعمل عمل من الباقيات الصالحات اللي يفضل معك، سواء كان بقى أي ملف تعالى واللي نفسك فيه في الجمعية هيتعمل لأسيادنا الفقراء، سواء كان ملف مية سواء كان أسقف وبيوت وأمان ودفع. وأمان ودفع الجمعية دايما عندها الناحية ناحية المشاعر ناحية جبر الخاطر، يقصد بأمان ودفع أنه يبقى فيه ظهر وسند لأسيادنا الفقراء، ويقصد بأمان ودفع صيف وشتاء، صيف بكل طلباتهم اللي عايزينها من القوافل ومن كذا ومن كذا ومن توصيلات المية، وشتاء دفى بجد وستر بجد من الأسقف
ومن الفرش والبطاطين والغطاء والطعام والشراب والدواء والدواء. فأمان ودفى اسم على مسمى، معنى ومبنى. صحيح. معنى كشعائر أسيادنا الفقراء، ومبنى كشيء بيحقق لأسيادنا الفقراء من الأسقف ومن البطاطين ومن الأطعمة ومن بعض الأجهزة أدوية لبعض البيوت. الحديث أن الإنسان فينا لما بيتصدق بصدقة ربنا بيديله أربعة أشياء. ينزل الله البركة في ماله، يحببه إلى خلقه، يدفع عنه البلايا والعاهات، يجعل صدقته سترا بينه وبين النار، وظلا على رأسه يوم القيامة. هنعوز ايه تاني بقى من الدنيا؟ ايوه والله يا فندم. طيب شفت كل الانجازات اللي احنا شفناها من خلال التقرير اللي فات، الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى لحضراتكم، للناس اللي شاركت، شكرا لكل حد شارك وساهم واستجاب لاي شيء ممكن نكون عرضناه من خلال الدنيا بخير. شكرا لجمعية البر والتقوى لانها بالفعل عندهم مصداقية عالية جدا، مجهودهم الكبير ويعني القوافل الكتير والناس الكتير اللي شغالين في الجمعية اللي بيلفوا وبيروحوا كل انحاء الجمهورية عشان نشوفوا الناس اللي ممكن تكون محتاجة وتنفيذ احتياجاتهم على أكمل وجه زي ما بيقول. بالضبط. افرحوا جميعا بهذا الحصاد، وده حصاد عام واحد. صحيح. مش أعوام، ده عام 2023. افرح بهذه الأرقام فهي أرقامك أنت، افرح بهذا العمل فهو عملك أنت، وإحنا كلنا خدم معك لأسيادنا الفقراء. هو ده شعار جمعية البر والتقوى. افرح أنت المتسبب، افرح ده شغلك، افرح دي صدقتك، افرح دي زكاتك، وإحنا مجرد سعاد بريء. ربنا جعلنا بس سبب، همزة وصل. بالزبط. بينك وبين أسيادنا الفقراء. ده الحصاد في الدنيا، وحصاد في الدنيا عندك بركة في مالك وصحة في عيالك وتوفيق ونجاح وفلاح ونصر وتمكين، ويوم القيامة تبقى صدقتك مظلة على رأسك، ويوم القيامة تبقى حاجز بينك وبين النار، ويوم القيامة صدقتك تاخدك من إيدك لما تدخلك الجنة وتلاقي الأجر العظيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. شكرا. افرح، وإحنا دايما خدم لأسيادنا الفقراء. صحيح. وإحنا دايما إيدينا في إيدين بعض لخدمة أسيادنا الفقراء ودايما معهم. صحيح. نورتين يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو أنا عايز إيه؟ ده جماع لخيري الدنيا والآخرة. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة 1000000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.